الدرجه النقابه الوطنيه تاع الصحه تتعقد المجلس الوطني ديالها في ظل واحد الحديث على القطاع الصحي على المستوى الوطني، القطاع الصحي ما بغاش يقلع وطنيا، علاش؟ للاسف الشديد القطاع الصحي ما بغاش يقلع وطنيا، يعني ما كايناش اراده سياسيه حقيقيه باش يقلع هذا القطاع، خاصه واننا عشنا في ظل الجائحه، وكان الخطاب ديال الحكومه في ظل هذيك الجائحه خصوصا في البدايه ديالها على اساس ان القطاع الصحي مهم جدا ومنتج عكس ما كان يقال من قبل انه قطاع غير منتج، وبان الانسان في صلب اي اهتمام خصو يكون اقتصادي او سياسي او غيره، ولكن للاسف الشديد كنلاحظوا بان جميع القوانين والمشاريع القوانين اللي كتصاوب الان هي كترجع بنا ما قبل الجائحه، يعني عادت حليمة الى عادتها القديمه، رجعنا كنناقشوا على اساس ان قطاع الصحه يمكن غادي يمشي في المزيد من التشتيت، خاصه وان كاين دابا واحد الترسانه قانونيه كدار، ولكن في الحقيقه في غياب الاشراك حقيقي للفرقاء الاجتماعيين وخاصه النقابه الوطنيه الصحه. بكل صراحه بدا في مساله الاطر الصحيه كاين نقص حاد في الاطر الصحيه بجميع فئاتها، سواء كان اطباء او ممرضين او اداريين او تقنيين، كاين نقص حاد بالمقارنه بالمؤشرات والمقاييس اللي كتحطها منظمه الصحه العالميه، بالتالي ما عندناش فائض نهائيا، ولكن عندنا اشكاليه حقيقيه. كاين ربما سوء توزيع الاطر الصحيه مجاليا، اذا عندنا واحد ما عندناش عداله مجاليه في هذا الموضوع هذا، ولكن حتى الا جيتي تشوف حتى مثلا في ما بين جديده والقنيطره كنقولوا بان كاين تركيز الاطر الصحيه في هذه المنطقه، ولكن الا جيتي تشوف بعدد السكان اللي كيعيشوا في هذه المنطقه هذه كنلقاو بان احنا ناقصين بزاف على المؤشرات وعلى المقاييس اللي كتعطينا منظمه الصحه العالميه. شحال الحجم الخصاص بالنسبه للاطباء والممرضين؟ كيوصل يمكن لاكثر من 30,000 اطار مهنيين بشكل عام. تصريحات ديال الحكومه كل مره كتجيب برقم، ولكن كاين خصاص مهول وكاين ضغط حقيقي على الاطر الصحيه المتواجده حاليا، وانتم شفتوا في اثناء الكوفيد هما اللي تحملوا العناء وتحرموا من العطله ديالهم الصيفيه في 2020، وتحرموا واحد مجموعه ديال الحاجات، وكانوا حتى محرومين حتى من العائلات ديالهم لانهم كانوا يقيمون في الفنادق باش ما ينقلوش العدوى للاسر ديالهم، وبالتالي الثقل كبير نزل على الاطر الصحيه. حنا الان وخصوصا اننا في النقابه الوطنيه الصحه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل رفعنا حنا الاولى شعار ديال الوظيفه العموميه صحيه من منذ 2009، وكان شعار ديال المؤتمر ديالنا في 2010، المؤتمر الوطني في 2010، على اساس ان هذا القطاع عنده خصوصيه، وعلى اساس ان هذه الاطر الصحيه خصها واحد تعامل خاص ماشي بحال الاطر في يعني في ميادين اخرى في قطاعات اخرى، باش يمكننا ننهضوا بالقطاع الصحي ماشي غير خدمه للاطر الصحيه، ولكن خدمه للخدمه العموميه، الخدمه اللي هي الصحه العموميه وخدمه المواطن قبل كل شيء. مشاكل خاصة بالنسبة للمرأة في قطاع الصحة على الزميل ديالها في الرجل؟ هو اصلا قطاع مؤنث بامتياز، الان عندنا اكثر من 60% ديال الاطر الصحيه فهي اطر نسائيه. المشاكل اللي كتعيشها او كتعيشها المراه في هذا القطاع هذا هو صعوبه العمل، يعني ديك لا بينيبيليتي دو ترافاي، المداومه والحراسه، ومع كتعرفوا بان المراه المغربيه الان باقي الان الى حد الساعه هي اللي يعني كتكلف بالعائله ديالها والاسره ديالها والاطفال وهذه، وبالتالي كاين اشكاليه في هذه المساله هذه. كاين ايضا الاشكاليه ديال التعيينات اللي كتكون في بعض الحالات بعيده عن الاسره ديالها، وكتكون فيها صعوبه حقيقيه للعمل ديالها في هذا الميدان.